مساء الخير. صحيح أنه الحب أعمى، وهالمثل مش بس بينطبق على الإنسان إنما على الفراشات كمان. وجد العلماء أنه الحب أفضل وأوفر طريقة للتخلص من فراشة المروج بروسيا اللي عم تقضي على المحاصيل بدل ما يرش مبيدات بتضر بالبيئة، فقد استخدموا مواد كيميائية غير ضارة بتتعلق فيها الفراشات وما بتعود تتوجه على الحقول. بالعودة لطقسنا، شتوي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة ضمن معدلاتها السنوية، الرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 120 درجة. وممكن نشهد الجمعة تساقط بعض الأمطار المحلية خصوصا بالمناطق الجبلية. الليلة طقسنا غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات القريبة للساحل فجرا. لبكرة الأربعاء طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وبالمناطق الداخلية، وهبوب رياح ناشطة بالمناطق الشمالية وغطيتها كثيفة على الجبال بفترة الليل. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 428 ملم، السنة الماضية 505، والمعدل العام لآخر شباط 504 ملم. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13، على المرتفعات 7، بالبقع 5 والأرز درجتين. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل القبيات 19 درجة، جبل محسن 21، الأرز 12، أرطبة 13، 17 درجة ببعلبك برمينة 18، بعبدة 21، بيت الدين 14، صيدا 21، والنبطية 18 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الأربعاء بتتراوح بين 15 و21 درجة، الخميس بين 13 و19، والجمعة بين 13 و18 درجة مع تساقط أمطار. نبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ الجولة مع بغداد و30 درجة، دمشق 20، طرابلس 19، الجزائر 20 درجة، وجولتنا بتنتهي مع روما 13 وباريس 10. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.